أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على حرص الحكومة الموقرة على تعزيز جهود تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لمختلف المرضى على هذه الأرض الطيبة، مما يرسخ المكانة التي يحظى بها القطاع الصحي بمملكة البحرين. جاء ذلك خلال افتتاح وحدة الرعاية اليومية لأمراض الدم الوراثية للنساء بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بحضور سعادة وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، والتي تم إنجازها في وقت قياسي خلال 3 أسابيع لتقديم خدمات مستقلة للمراجعات من الإناث المصابات بفقر الدم المنجلي. وتحتوي الوحدة على 12 سريرا وغرفة للمعاينة بالإضافة إلى غرف تصنيف ومعالجة واستشارة. وجاء افتتاح وحدة الرعاية اليومية لأمراض الدم الوراثية بعد دراسة احتياجات المراجعات ولتحقيق خصوصية لهن أثناء تلقيهن العلاج أسوة بالخدمات المقدمة للرجال، إذ تختص الوحدة باستقبال مريضات السكلر المصابات بالنوبات الحادة مباشرة دون الحاجة لمراجعة الطوارئ، حيث تم تخصيص طاقم تمريضي وطبي لمعاينتهن وتقديم العلاج اللازم لهن. الحقيقة اليوم سعداء يوم بفتح منطقتين في مستشفى السلمانية. الأول هو المركز المختبر، وهو مختبر رئيسي في المستشفى السلمانية والمستشفيات الحكومية. طبعا المكان اللي فتحناه كان مكان معالجة حالات السكلر للنساء، وهو فيه الحقيقة حول 40 سرير، وهذه الحقيقة يعني يعطي فرصة للسيدات اللي يحتاجون نوع من خدمة أو تنويم لمدة ساعات محددة، أن يعني يتلقون علاجهم ويروحون للبيت بأريح طريقة ممكنة. في إطار تأمين التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات والارتقاء بها وفق خطة تطويرية شاملة لكافة القطاعات في المنظومة الصحية، حرصت المستشفيات الحكومية على تسريع وتيرة تطبيق العديد من الخطوات اللي كانت متضمنة من الخطة، واللي تشمل إنشاء وتحديد وحدة إقامة قصيرة للنساء من الأمراض فقر الدم المنجلي نظرا لخصوصية هاي الفئة، وأيضا تقديم الخدمات لها. فكل الشكر إلى الفريق الداعم اللي حرص على أن تكون هذه الخدمة ميسرة ويسهل الوصول لها من كافة الفئات. إنجاز جديد يتحقق للمستشفيات الحكومية بافتتاح الوحدة الخاصة لعلاج أمراض فقر الدم المنجلي للنساء. طبعا جاءت هذه الوحدة بناء على رغبات المواطنات المصابات بهذا المرض لما لا يحمله من خصوصية، وإحنا من خلال دراستنا استطعنا أن نخصص لهم مكان خاص غير قريب من مدخل الطوارئ، بحيث أن لو احتاجوا إلى أي خدمات طارئة. الإنجاز يتحقق في غضون 3 أسابيع بفضل تكاتف الجميع كفريق عمل واحد، وإن شاء الله يحقق نجاحات وإنجازات أخرى. خطوة ليست أخيرة، أنا أعتقد هي خطوة مكملة لما بدأت فيه وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من تطوير كافة الأجهزة وكافة الأقسام. خطوة رائدة مثل ما وعدت سعادة الدكتورة مريم بنت عذب الجلاهمة، وفي فترة قياسية 3 أسابيع تم تجهيز هذه المنطقة لاحتواء أو لاستقبال مريضات السكلر، إعطاهم خصوصية وإعطاهم رعاية متقدمة.